بسم الله الرحمن الرحيم. أخي العزيز دولة الدكتور بشر الخصونة رئيس مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، يعني اسمح لي طبعا أن أتقدم لكم في البداية بخالص الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وهذا دائما ما نلمسه وما نعهده كلما وطأت أقدامنا بلدنا الثاني المملكة الأردنية الهاشمية. واسمح لي أن أنا يعني أرحب بكل ما شرحت دولتكم اليوم من نقاشات وحوارات قمنا بها في اللجنة الدورة الواحدة 31 من اللجنة المصرية الأردنية المشتركة، والحقيقة كلها مشروعات مهمة جدا لبلدينا، وبتأتي في إطار الروابط الاستراتيجية والتاريخية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعبا، وهو ما نلمسه دائما من توجيهات قيادة البلدين، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية للحكومتين، بتوطيد العلاقات الثنائية بين بلدينا ارتباطا بالروابط التاريخية الطويلة الكبيرة والروابط المشتركة بين شعبينا. والحقيقة إنني سعيد اليوم، وده الحقيقة اللي أنا يعني أوضحته النهاردة في بداية الجلسة، إن إحنا على مدار السنوات القليلة الماضية تغلبنا على أغلب التحديات والمشاكل اللي كانت بتواجه واللي كانت دائما موضوع لنقاش اللجنة المشتركة، وأصبح النهاردة بننتقل إلى علاقة أخرى، إن إحنا بننظر إلى تطوير العلاقة الاستراتيجية بين بلدينا في مشروعات جديدة. بنتكلم مش يعني أنهينا الحمد لله كل المشاكل والتحديات ولم يعني يعد غير حاجات بسيطة جدا، ولكن أصبحنا النهاردة بننتقل في علاقاتنا الاستراتيجية نحو كيف يعني نزيد وندعم من العلاقة والروابط في مجالات المستقبل، مجالات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، طاقة الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، والعديد من المشروعات الهامة التي تحقق الاستفادة المشتركة لبلدينا. وهذا لن يتم إلا بربط الدولتين من خلال شبكة بنية أساسية وطرق ونقل جماعي كبيرة وقوية جدا. ولذلك فقد ناقشنا كما قال أخي دولة الرئيس في مشروعات وتقوية خط الكهرباء، ربط الكهرباء. حاليا خط الكهرباء اللي بيربط بين بلدينا قدرته هي 550 ميجا، تكلمنا على 2000 ميجا إن شاء الله، وتبدأ بمراحل بحيث إن إحنا نصل إلى 2000 ميجا لكي يمكن الاستفادة من خط الربط إلى نقله أيضا لدول أخرى شقيقة كي تستفيد من هذا الموضوع. أيضا تناقشنا في عملية الربط والتكامل في مجال الغاز الطبيعي واستغلال البنية التحتية بين بلدينا، وكيف يمكن أن نزيد من هذه الروابط في إطار منظومة الطاقة الحالية اللي موجودة في منطقة الشرق المتوسط وارتباط الدول كلها بهذا الموضوع. ولكن زي كما قلنا ان موضوع النقل وتقوية كل وسائل النقل سواء النقل البري والبحري والسككي ايضا بين بلدينا لكي يسمح بنفاذية وانتقال صادرات وواردات البلدين من خلال بعضهما البعض، وده شيء مهم جدا في خلال الفترة القادمة. والأهم إن احنا اتفقنا على عدد من المشروعات التي سيتم فعلا تنفيذها في خلال المرحلة القادمة. الحقيقة طبعا كان مجال التعميق التعاون الاقتصادي في المجالات الهامة مثل مجالات الترانزيت والتجارة والصناعة من أهم المجالات التي تم نقاشتها، وعلى الأخص في مجال صناعة الأدوية. كما قال أخي العزيز دولة الرئيس لدينا مقومات هائلة في البلدين، وبالتالي من المهم جدا أن نتكامل ولا نتنافس في هذا المجال على الأخص لكي يحقق الاستفادة المشتركة لبلدينا في هذا الشأن. أيضا مشكورا أخي العزيز دولة رئيس الوزراء استجاب لمطلبي فيما يخص التعامل مع العمالة المصرية المقيمة في الأردن والتي تلقى رعاية فائقة الحقيقة. وفي هذا المجال اسمح لي أخي دولة الرئيس أن أوجه لكم الشكر للحكومة الأردنية، وأيضا طبعا لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة على رعايتكم الهائلة لأشقائكم من الجالية المصرية في الأردن، كما أيضا يحظى أبنائنا الأردنيين الموجودين في مصر بغرض الدراسة والإقامة
بكل الرعاية الفائقة من الحكومة المصرية في هذا الشأن أيضا. ولكن تكلمنا على موضوع العمالة المصرية، ويعني مشكورا أخي العزيز استجاب لطلبي في هذا الشأن، وأنا بوجه لي الشكر في هذا المجال. الحقيقة كما قلنا يعني تطرقنا إلى أن العلاقات الحمد لله ثنائية بتعمل على أفضل يعني في أفضل حالتها، واللجنة المشتركة الحقيقة هي فعلا الأكثر إنتاجا وإنجازا من كل اللجان المشتركة على مستوى الإقليم كله، وبنتطلع إن شاء الله نفعل الآليات الإقليمية الموجودة لدينا، اللجنة الثلاثية مع شقيقتنا العراق، وهناك مشروعات كثيرة بنأمل إن شاء الله أن نضعها حيز التنفيذ في الفترة القادمة، وأيضا آلية التكامل الرباعي مع دولة الإمارات العربية الشقيقة ومملكة البحرين في مجالات الصناعة، وأيضا الحقيقة بتقطع أشواط جيدة جدا في هذا المجال، ونأمل بإذن الله أن تبدأ مشروعاتها في حيز التنفيذ في أقرب فرصة بإذن الله. الحقيقة يعني كعهدي دائما بأخي العزيز دولة الرئيس الدكتور بشر خصاونة، لمسنا كل التعاون والتكامل فيما بيننا معا، ولا ننتظر يعني دائما عقد الاجتماع السنوي، دائما التواصل، يعني أنا عايز أقول تواصل دائم بيحصل دائما من خلال وسائل الاتصال المباشرة، وأيضا وجهنا السادة الوزراء أن تظل هذه هي الآلية، لأن أي حل أي مشكلة لا ننتظر لإرسال خطابات، ولكن يتم التواصل المباشر وحل هذه المشاكل أو أي تحديات بتظهر، وهذا هو ما يحدث فعلا على الأرض، وهو ده اللي مكننا من إنجاز الكثير والكثير من الخطوات المهمة في إطار توطيد العلاقة بين بلدينا الشقيقين. في الختام مرة أخرى بشكر أخي العزيز دولة الدكتور بشر خصاونة رئيس مجلس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، ودائما وأبدا يعني مصر والأردن في أفضل حال وفي أفضل علاقة، وإن شاء الله تحت ظل قيادتنا الحكيمة بإذن الله تستمر العلاقة بين شعبينا على أفضل ما يكون. شكرا أخي العزيز.